الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع التضخم في الاقتصاد العراقي الذي وصل إلى مراحل عالية قد تؤدي إلى الركود. وقال الخبراء إن التضخم الذي يحصل الآن حدث من أمرين: الأول بفعل تغيير سعر الصرف، وكذلك بسبب اقتراض الحكومة السابقة من البنك المركزي لسد العجز المالي لديها، مضيفين أن البنك المركزي قام بتمويل الحكومة من العملة الجديدة، وبالتالي فإن عرض النقود أكثر من حاجة السوق المحلية سينتج عنه فقدان قيمتها. وأشاروا إلى أن أحد أسباب التضخم الأخرى هي ارتفاع نسبة الاستيراد للعراق وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد. أعلنت إدارة الجمارك الصينية عن تراجع صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة إلى أكثر من النصف خلال شهر تشرين الأول الماضي. وأظهرت الإدارة أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خفضت في شهر تشرين الأول بنسبة 50.6% لتصل إلى 685 مليون طن متري، مقارنة بشهر أيلول عام 2022 الذي بلغ 1388 طن متري. وأشارت إلى أن العراق احتل المرتبة السابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية المستقلة بعد أن كان في المرتبة الخامسة في شهر أيلول الماضي. أعلنت مديرية شركة الغاز الوطنية الإيرانية بدء مفاوضات ثنائية لتمديد اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق. وأكدت المديرية أن هذه الشركة زادت من نشاطها في تصدير الغاز انطلاقا من قرار حكومة السودان، موضحة أنه تم إدراج موضوع تمديد عقود تصدير الغاز إلى العراق في جدول أعمال الشركة. وبينت أن المحادثات مع العراق بخصوص استمرار تصدير الغاز قد بدأت فعلا، خاصة وأن موعد أول عقد لتصدير الغاز من إيران إلى العراق ينتهي في العام المقبل. قال وزير التجارة التركي محمد موش إن إجمالي استثمارات بلاده لدى بلدان منظمة الدول التركية تجاوزت مستوى 20 مليار دولار. وشدد موش على أهمية وضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين دول المنظمة، مؤكدا أن تركيا تدعم جهود تحسين أجواء الاستثمار، مبينا أن تعزيز قدرات واستخدام خط باكوت بليسي قارص الحديدي الذي يربط الممر الأوسط بأوروبا من شأنه تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وتستعد مدينة سمرقند الأوزبكية لاستضافة قمة زعماء منظمة الدول التركية في 11 من شهر تشرين الثاني الجاري. قالت شركة ميتا المالكة لفيسبوك إن مجلس إدارة الشركة قرر خفض عدد موظفيها بنحو 13% وتسريح أكثر من 11 ألف موظف، فيما جمد مجلس الإدارة التوظيف حتى الرابع من العام المقبل. وأضافت الشركة أنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة في أول جولة كبيرة من عمليات التسريح في تاريخ عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وتتخذ ميتا التي انخفضت أسهمها بنسبة 71% هذا العام خطوات لخفض التكاليف بعد سلسلة من الخسائر وتراجع الإيرادات. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز بأمان الله.